السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على لي زيريد بانو زيري. جو فو دوني كلكو انفورماسيون كلكو ديتاي على هذه لا بريستيجيوز ديناستي اللي عرفتها لافريك دو نور نوتامون الجزائر. قبل ما نبدا في الموضوع جيمغي ماكسكوزي، جيمغي ابورتي اون كوريكسيون ولا سمحوا لي. لا دانيير فوا كنت نهضر على لي زيستوريان عرب تاع اليمن اللي هضروا يقولوا باللي قبائل سنهاجه قبائل عربيه من قبيله بنو حمير اي نون با بنو حمير كوم جي لي دي سي خطا تاريخي. سمحوا لي بزاف سوغ سيت موفيز برونونسيسيون. هما كاين اللي يقول لك باللي سنهاجه اصلهم من اليمن، بنو حمير داير ذكرها المؤرخ الذهبي في كتاب سير اعلام النبلاء. نبدا في الموضوع باش ما نطولش عليكم، باش ما ندخلكمش تاريخ في لي ديتاي. نهضروا على بنو زيري كما قلت لكم، هما اصلهم من الجزائر كما قلت لكم، اللي هما بنو زيري هما بطن من بطون تاع سنهاجه، بلوز اكزاكتومون من بطن تلكان. بنو زيري جدهم الاول هو مناد بنو منقوش، مناد بنو منقوش او ديبار مناد بنو منقوش كان تابع الدوله الاغالبه اللي كانت في تونس، وكان تابع الدوله العباسيه دو جلوبالمون. كانوا زعما الدوله السنيه ولا كانوا تابعين الخلافة السنية. هذا مناد بنو منقوش كان معروف في وسط المجتمع نتاع هذاك الوقت بلي كان انسان تاع خير، انسان تاع كان جواد، كان يمد، كان يتهلا في الناس، بنا حل جامع وكانوا يجيوه الناس، وكان يحسن الضيافة، الناس يستقبلهم غاية يكرمهم ويعطيهم ويتهلا فيهم. اللي صرا هو انه الكلام كما يقولوا لا ريبوتاسيون تاعو ا ديباسي توت لي فرونتيير. وحنها جا حد انسان، هذا الانسان جا لهذاك الجامع وهضر مع الناس، قال لهم اودي بلي انا جيت وجي تو بيردو وخسرت كامل مالي، الناس حقروني، حالي كوبور دو غوت انقضوا عليا ورفدوا لي كلشي. قالوا له روح شوف مناد بنو منقوش. مش عن هذا من بنو منقوش وحكى له حياته وحكى له ليفينمون اللي صرا له. هذا الانسان من المغرب، هذا يقول لك هو انسان من المغرب. المغرب صافي دير او دولا دو نيل، الوا دو نيل ماشي المغرب نفسه، من المغرب. دونك من بنو منقوش مشى دفن له، دبح له واحد الكبش تهلا فيه وكلوه شربوه. هذاك الانسان الغريب هذاك شاف مرات من بنو منقوش، قالوا بلي مرتك راه حامل، قالوا راه حامل ذكر، وهذا الذكر دوك يجي وان شاء الله هي سوغا ان شاف تري غرو شاف. وهذه الكلمه بكري كانت كما نقولوا في التاريخ بزاف عندنا هاد لي زيستوار تاع الحداثه. الانسان يكون في حداثه يشوف فيك حاجه غير كي يشوف فيك يعرفها، بلا اون ديغي راهم الناس راهم يتنبؤوا بالغيب، والغيب غير يتنبأ به غير الله تبارك وتعالى، الا انه كانت فيهم هكذا حداثه يشوف فيك جو سي با كالكو شوز كما نقولوا اللي يقول لك ودي هذاك الولد يخرج هكذا. وعلى كل حال مناد بن منقوش ولده يزاد ويسميه زيري، سماه زيري. وهذا ولده زيري سبحان الله الى تي كوستو، هذا كوستو وشباب، الى تي تخي بالو. وكان قال لك هو عنده 10 سنين وتحسب بلي عنده 20 عام، تالمو كان كما نقولوا البنيه نتاعو لو فيزيك نتاعو ايتي تري امبوزون. وهذا مناد كان بزاف في الحروب، بزاف في الصراعات مع زناته، سيتادير كان كونفلي سيتانستالي بين سنهاجه وبين زناته. اون كيلكو سورت لالجيري ولا اون كيلكو سورت لافريك دو نور ايتي كوبي اون دو، اون بارتي اللي كانت متبعه زناته كانت من جهه تقريبا في الغرب تاع الجزائر وماشي حتى المغرب الاقصى، وان بارتي اللي كانت تابعه سنهاجه ماشي حتى لتونس. وفي هذا الصراع هذا زيري بنو منقوش هو يلسي ديستينغي، كان يمشي يبارتي في لي باتاي كونتر لي زينات هادو يربحهم ويجيب الغنائم يتقسمها مع صحابه ويتو، حتى اللي الشان نتاعو زاد، الشان نتاعو زاد ولا معروف، ولا كما نقولوا الى في اون تري بون ريبيتاسيون، ريبيتاسيون دو كالكان دو جيستيونير، ريبيتاسيون دو شاف، ريبيتاسيون تاع قائد بمعنى الكلمه. دونك القبائل تاع سنهاجه ولا البطون تاع سنهاجه اللي تمت حول هذا زيري بن منا. هذا زيري بن منا واحد النهار قال لك جاوت القبائل تاع سنهاجه والبطون تحس خساره، قالوا له علاش ما تعملناش حل مدينه، تبني لنا بالمدينه ولا تقيم تاسس لنا عاصمه.
العاصمة اللي أسسها هي عاصمة اسمها أشير. عاصمة أشير هذه ما جا من جهة تيطري، ماشي بعيدة على المدية، من جهة كلكو كيلومتر على ألجي لاكتوال. دونك هذه أشير ولات بمعنى الكلمة عاصمة بنو زيري، عاصمة بنو زيري، وراه كاين الأنقاض تاعها. ودايوغ دوك نوريكم، جو في بارتاجي افيك لي فوتو باش تعرفوا ما هي مدينة أشير. هو ما هو هو كما نقولوا هي سيت اون زون هيستوريك. هذه مثلا هنا راكم تشوفوا هذه مدينة أشير، مرحبا بكم في مدينة أشير، وهي عاصمة بنو زيري، أسسها زيري بن مناد في 933 للميلاد. دوتر فوتو دوك هايدي مثلا، هذه ثاني سي هذه صورة عامة على عاصمة بنو زيري أشير. هاني ثاني وسي هنا راكم تشوفوا بلي هذه عاصمة اللي كانت تاع بنو زيري. للناس بزاف ما تعرفش بلي لي زيري افي اون كابيتال بروبرمون ديت اللي كان ليريها في الجيري، ليريها في الجيري. دونك هادو البقايا، البقايا تاع السكنات، البقايا تاع القصور اللي صابوها في هذيك المنطقه. وراهم يعملوا تنقيبات، عملوا تنقيبات في هذيك الجهه، من جهه مافكو، من جهه المديه ماشي بعيده، اشير راها معروفه، سقسيو عليها مدينه اشير باش تزوروها. دونك على كل حال، مناد بن وزيري ولا الشان نتاعو كبر، ولا حاجه كما نقولوا، ولا لا ريبيتاسيون لو بريساد. دونك اون فوا عمل هذاك هذيك عمل هاد العاصمه بلوز اكزاكتومون في الجبل الاخضر ولا الجبل الاخضر بالتيطري، il décide de faire en sorte ولا il décide de fonder son état. دونك on considère que مناد بن زيري on considère زيري بن مناد pardon زيري بن مناد du moment où il a mis en place il a fondé la capitale Achir. C'est exactement le début de la dynastie ou la Daoulat Banouzi. Ou Hada Zir ibn Mennad, qui a un oulad. Mais bien, qui a un Balkin, Balkin, la Balkin ou la Boulourine, ibn Zir ibn Mennad, ou là, qui a un autre qui est Zawi ibn Zir ibn Mennad. Ou Hada Zawi ibn Zir ibn Mennad, qui est chez l'Andalus, donc nous allons parler la prochaine fois. Mais nous allons parler de الدولة الزيرية، ولا نحضر على الزيريو اللي كانوا تابعين بولوغيد بن زيري كمال إفريقيا. على كل حال، الصراع زاد وزاد كما نقولوا تعمق بين قبائل بنو زناتة وبين قبائل بنو صنهاج ولا صنهاجة في شمال إفريقيا. ودايور كيف فد الحكم بلقين ولا بولوغيد بن زيري استدير ولده، دونك il va décider de soumettre toute la région de l'Afrique du Nord للدولة الفاطمية. علاش؟ لأنه هذه القبيلة تاع صنهاجة كانت موالية للحكم الفاطمي ولا الخلافة الفاطمية اللي كانت في شمال إفريقيا. نذكر باللي الخلافة الفاطمية نشأت في المهدية، العاصمة تاعها الأولى هي المهدية في تونس. عاود ils ont décidé de transporter la capitale، مشات للقاهرة. بصح كي مشاو الفاطميون مشاو استقروا في مصر، ils décident de laisser les gouverneurs في شمال افريقيا، c'est-à-dire au-delà du Nil، اللي هما شكون هما؟ هما زيري، هما زيري، لي بنو زيري، نوتامون مناد بن زيري، زيري بن مناد، وبلقين بن زيري. هذا بولوغي، il décide de soumettre il rentre dans les batailles, dans des conflits مع زناتة، باش تخضع للحكم الفاطمي في شمال افريقيا. Donc, il va décider d'attaquer Tiaret, la ville de Tiaret, Tiaret, elle était sous domination Zénad, où il rentre dans une bataille très féroce, où il va soumettre Tiaret le hukm al-Fatimi, ou tahta qiyadat ad-dawla az-Zidiya, puis il marche à Tlemcen. Quand il arrive à Tlemcen, qu'est-ce qu'il fait? Tlemcen s'ouvre, ils vont se soumettre, ou ya'fou 'andhom. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une bataille entre Boulourine bin Ouzeyri al-Sanhaji ou bien Soukan de Tlemcen. À cette époque, on a parlé de l'Agadir, l'ancien noyau de Tlemcen. D'ailleurs, pour vous donner l'information à l'Ahadi, dhkarha le kitab le kamil fi tarikh yhdar ala had alqadiya ta Tlemcen ou saytarat Balqin bin Ouzeyri ala madina Tlemcen. Wa sam yqulna fi kitab الكامل في التاريخ لابن أثير، يقولنا سوسي كما vous pouvez le voir maintenant
يقول لك فرحل إلى تاهرت فقاتلها فظفر بأهلها وخربها، فأتاه الخبر بها أن زنات قد نزلوا على تلمسان، فرحل إليهم فهربوا منه وأقام على تلمسان فحاصرها مدة، ثم نزلوا على حكمه فعفى عنهم. صح كلكو شوز كي سي باسي، قالك إلا أنه نقلهم، رفدهم وعباهم داهم اللي زا ترونسبورتي فين حتى لمدينة أشير، في هذيك لا كابيتال اللي كانت في من جهة ألجير من جهة المدية. فبنوا عندها مدينة سموها تلمسان، فبنوا مدينة عندها سموها تلمسان. دونك سيتادير لي زونسيان زابيتون تاع تلمسان اللي خرجهم من تماك بلقين بنو زيري بنو مناد بنو منقوش اللي عباهم الصنهاجي اللي عباهم جهة أشير، فون فوندي اون نوفال تلمسان، اون نوفال فيل اسمها تلمسان. دايوغ جافي في اون فيديو سور لو سوجي، Je vous conseille de la revoir, le titre تاعها Y a-t-il une autre Tlemcen؟ Donc, هذا الصراع اللي كان فيه بين زناتة وبين صنهاجة، راها ماشية تستغلوا الدولة الخلافة الأموية في الأندلس، وراها ماشية تستغلوا الخلافة الفاطمية. سيتادير كو الخلافة الأموية في الأندلس السنية كانت القبائل الزناتية موالية لها، والخلافة الشيعية الإسماعيلية الفاطمية كانت قبائل صنهاجه مواليه لها. دونك دوكو لافريك دو نور انقسمت اون دو. وان مومون دوني بلقين بلوزير راه ماشي يوصل حتى لسبته، وراه ماشي يفتح حتى مدينه فاس، مدينه فاس اللي كانت تحت السيطره تاع قبائل زناته اللي جات من الجزائر. وفي هذا الصراع، il va y avoir un زينات كيسمو زيري بن عطيه المغراوي. هذا زيري بن عطيه هو اللي راه ماشي il va fonder مدينه وجده، مدينة وجدة اللي نعرفوها، وهذه مدينة وجدة كانت تابعة زير بن عطية، بصح هذا المغراوي سيت ان سنيد سيت ان زنا. وداير ان مومون دوني قبائل بنو صنهاجة راها ماشي تدخل حتى توصل حتى لفاس، وراها توصل حتى لسجل ماسا، هذا كامل هذيك الناحية اللي من جهة الفيقيق من جهة بشار وتندوف هذيك كاملة ماشي تدخلها. وفي هذا الصراع الخلافة الأموية السنية راها ماشي تقعد تمد وتعاون في القبائل الزناتية في شمال إفريقيا باش ينقلبوا على صنهاجة، وينقلبوا على الخلافة الفاطمية الشيعية. دونك كي لما يأسس بلقين ولا بولوغي بن الزيري كي يأسس العاصمة نتاعو ويأسس الدولة، راه ماشي يعمل دي بياس دو موني، سوف كان دي بياس دو موني راه ماشي يعملهم تحت الاسم تاع الخلافة الفاطمية. دونك كي يموت ا بو بخي لا فان دو ديزيام سيكل، كي يموت بلقين بولوغي الوزيري ولده المنصور، il va prendre le pouvoir. وهذا المنصور il va décider de transporter ou là de choisir القيروان comme capitale تاع بنو زيري، comme capitale تاع لي زيري. دونك دو كو il va y avoir une différence ou là il va y avoir une séparation في la famille في la grande famille تاع لي زيري. اون بارتي اللي قاعده تابعه الاشير هذيك في الجزائر، اون بارتي اللي ولات تابعه للقيروان في تونس. دونك ان كلكو سورت il y a eu une fragilisation في البوفوار، une fragilisation في البوفوار تاع لي زيريد، باسكو تو سامبلومون شاكان a voulu prendre une capitale نتاعو، شاكان حب يستقلب الدوله. اوكو ابخي لا مور دو المنصور ولدو باديس il va essayer de prendre le pouvoir. sauf que الخليفة الفاطمي الحاكم جوز الحاكم بالله il va décider de le بيعزلو ينحيه ويعمل عم محمد، يعمل عم محمد كوم كما نقولوا والي على شمال افريقيا، ولا والي على المنطقات اللي كانت تحت حكم الصنهاجة، اللي كانت تحت حكم الصنهاجة وكانت تدعي للخلافة الفاطمية. هذه سي لا هاد ليفينمون فا كما نقولوا فا كروزي لي كا، ولا فا كروزي لا 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 لي كونفلي بين لي فامي زيري، لي فامي تاع زيري ستادير بين تونس، وزدنا عاود قيروان، زدنا اشير، دروك زدنا بنو حمد. دونك بنو حمد كاسكيل ديسيد، إل ديسيد de s'isoler et de fonder leur état. Ben Mohammed Fayen, il décide de le faire Fmsila, fait Qal'at Ben Mohammed. Donc là, on enregistre, là, on commence à connaître, là, on commence à découvrir le départ de l'état ou le Daoulet Ben Mohammed.
صح الدولة الجزائرية راها مسخرة في تونس. ابخي باديس راه ماشي يجي ولده، ولده كيسمو المعز، المعز بن باديس هذا اسمه خصنا نكتبوه بالذهب، اسمه نكتبوه بالذهب. دونك جو ريبيت، باديس عندنا بولوغين، بولوغين بن عندنا مناد بن منقوش، ولده زيري بن مناد بن منقوش، ولده بلقين بولوغين بن زيري بن مناد بن منقوش، ولده المنصور بن بولوغين بن زيري بن مناد بن منقوش، عاود ولده باديس بن المنصور بن بولوغين بن زيري بن مناد بن منقوش، والرابع حاكم الرابع في دولة بنو زيري هو المعز، صدر المعز بن باديس بن بن باديس بن المنصور بن بولوغين بن حماد بن بولغي بن زيري بن من. دونك هذا المعز علاش قلت لكم خصنا نكتبوا اسمه بالذهب؟ لانه هو اول والي ولا اول خليفه ولا اول حاكم تابع لدوله الزيريين، اللي راه ماشي يحبس، اللي راه ماشي يقطع كل الصله بينه وبين الدوله الفاطميه والتشيع في شمال افريقيا. سي لوي كي ديسيد دو روميتر اون بلاس المذهب المالكي السني ويحبس الدعاء للخلفاء الفاطميين في المنابر. ابري ابري 140 عام اللي كانت شمال افريقيا تحت الحكم الشيعي، واللي كانوا يدعوا للخلفاء الفاطميون الشيعيين. دونك المعز بن باديس سي لان دي ايرو، سي لان دي ايرو، سي غراس ا لوي كو المذهب المالكي فا رونيتر في لافريك دو نور ابري افوار ديسباري سو لاري ابخي لاريفي تاع دولة تاع الفاطميين. دونك المعز بن باديس إل ديسيد دو بخوندر الكابيتال نتاعو، يرفدها كانت القيروان، و او ميم طون قعدوا يدعيو للخلافة العباسية والخلافة السنية والمذهب المالكي والحنبلي. سوف كو هذه القضية ما عجبتش الخليفة الفاطمي المستنصر، ما عجباتوش. دونك اسكيل ديسيد كال ايتي لو كما نقولوا كال ايتي لا استراتيجي تاع الخليفه الفاطمي في القاهره هو باش يقضي على المعز بن باديس، المعز بن المنصور بن باديس بن المنصور. دونك سي ان سو مومون كو الخليفه المستنصر il décide d'ouvrir le chemin للقبائل بنو سليم وبنو هلال. قال لك اون فا شيرشي اون استراتيجي باش نضربوا عصفورين بالحجر. D'un côté, Anna, je me débarrasse, le khilaf al-Fatimiyya va se débarrasser de Masr, de ces qabaïl arabes qui ont fait des problèmes, parmi eux, qabaïl Banu Hilal et Banu Salim. En même temps, je vais les faire sur le Mu'izz ibn Badis, qui a fait le dua et qui a fait toute la sela entre le Chamal africain et le Fatimiyya. Et c'est ce qui s'est passé. دونك الخليفه الفاطمي يفتح الطريق للنيل، يفتح الطريق لهذه القبائل العربيه. القبائل العربيه واش راه ماشي تعمل، راها ماشي تعمل ثورو، وراها ماشي تحارب تدخل في صراع مع قبائل صنهاجه، وهم على قبائل برهان صنهاجه، سيتادير مع بنو زيري ونوطامو المعز بن باديس بن المنصور بن بولوغين بن مناد بن زيري بن مناد بن منقوش. une bataille, une bataille très féroce. D'ailleurs, Banu Hilal a mené sa trop à la Qayrawan, qui est en charge de Mouaz ibn Badis Ziri. Donc, Mouaz il va se déplacer à Tel Mahdiya. Il va avoir une bataille qu'on appelle une très grande bataille qui va être, comment on dit, un élément qui va basculer l'histoire, le cours de l'histoire. La bataille s'appelle Ma'rakat al-Ain. Ma'rakat al-Ain. Alors, c'est Minaha Ma'rakat al-Ain. علاش المؤرخون سماها معركة العين؟ هذا المعز بن باديس كانت عنده اون ارمي تري بيان ايكيبي، تري بيان اورغانيزي، تري بيان ايكيبي. هاد الارمي كانت لي سولدان تاعها ايزيتي بيان بروتيجي. قال لك ما كانوا يشوفوا فيهم غير العين، غير العين، استادير لا سول بارتي دو كور اللي كان قادر السهم ولا السيف يتوشيها هي العين. دونك دوكو القبائل بنو هلال ايزافي ديفلوبي ان القبائل العربيه اللي يسمح لها الخليفه الفاطمه باش تعبر النيل وتجي للمغرب، ايزون يوتيزي لا استراتيجي دو سيبلي لي زيو، دو سيبلي دو توشي لي زيو، هذا اللي سموها معركه العين. دونك او كور دو سيت باتاي كل كو ريسيفي
لي زيريد ولا هاد لي زيريد لارمي تاع المعز بن باديس سيبلي العينين اي سي بور سيت ريزون ايزون ريوسي ا غانيي هاد لا باتاي القبائل العربيه و سي سكي ا بريسيبيتي ليستوار ولا سكي ا بريسيبيتي لا لو ديبلاسمون لو ديبلاسمون تاع بنو زيري من القيروان ولا من جهه تاع ان غروند بارتي ايزون بيردي اون تري غروند بارتي شمال افريقيا واللي مشى منها المعز بن باديس بن المنصور مشى سيت انستالي في المهدية. دونك هذه ابوبخي سي لي برينسيبو زيفينمون اللي صراو ابخي لاريفي تاع في هذا الصراع بين المذهب الشيعي والمذهب السني اللي كانوا يستعملوا فيه قبائل هذا تنقد على الاخرى. وهذه بنو زيري راه مشني حكمت تقريبا من 935 حتى 1152 وما كانوش يحكموا غير في شمال افريقيا، كانوا يحكموا حتى في الاندلس اللي كانت تماك الزاوي بن وزيري بن مناد بن مرقوش، وكانوا يحكموا حتى في صقلية. صقلية علاش؟ باسكو صقلية كانت تحت الحكم الفاطمي قبل ما كانت في الاماره اللي اسمها اماره بنو كلب، ولا اللي كانت مشت تماما على الخلافه الفاطميه، لان سيقيليا لا سيسيل ايتي سو دوميناسيون مسلمان دوبي لو ديبي دو 9 سيك ابي بري ان 810 ابي بري، كانت حد دوله الاغالبه هي اللي وصلت لها الاولى، بصح عاود قلبت عليها الخلافه الفاطميه، عاود الخلافه الفاطميه راه ماشي تعين على الوالي كيسموه بنو كلب، هو الكلبي، وهذا الكلبي راه ماشي يستقل ماشي يستقل بالاماره، وفي هذيك القضيه في هذاك بوندون لا دوري دو لا بريزونس تاع لي مسلمون في لا سيسيل كانوا بنو زيري كانوا وصلوا حتى هما، وكانوا كانت عندهم سياسه اللي كانوا يتبعوها تماك في جزيره صقليه. دونك هذه ابوبخي ليستوار تاع لي بنو زيري وليستوار دي كونفلي بين قبيله سنهاجه وبين قبيله زناته، وعلاش كما قلت لكم اللي زاد دخل فيها لو تخوازيام اليمون سيتي القبائل العربيه، وزيد لها الخلافه الامويه في الاندلس، وزيد لها الخلافه الفاطميه. دونك تشوفوا باللي ليستوار ماشي مخبله، ليستوار فيها بلوزيور فاسيت، فيها بلوزيور كوتي، بلوزيور فاكتور، بلوزيور بيرسوناج، بلوزيور جوار، ما قدوش اون بو با ريزومي، اون بو با كومبروندر ليستوار اون سورتون تل او تل فراج ولا تل او تل باساج دو سون كونتكست. دونك فينالمون جو فولي بارتاجي افيك فو كالكو دوكيومون كالكو فوتو على هذه الدوله الزيريه اللي تشرف فريمون. سي بور سا جو فوزي دي كو بارفوا اون كوني با نوتر هيستوار. ودايير هذا شو يقولوا لي زابيتون تاع الجي، نقولوا زيري زيري ريفيرونس ا اوزيريد. زيري سان فو با دير جزائري مي زيري، باسكو علاش؟ باسكو بلقين بن زيري ولا بولوغين، داير كحل البلديه اللي اسمها بولوغين، هو سيلوي لو فونداتور تاع الجي اللي كانت ديجا تحت القبائل تاع مزغنه، ومزغنه هو بالضبط من بوطون سنهاجه. سمحوا لي، هذه اشير باغ اكزومبل، هنا كتشوفوا اشير لا فيل دي اشير. كاين مثلا تسيبو لا موني تاع لي زيريد وقت المعز بن باديس، هذاك اللي قلت لكم باللي المعز بن باديس هو اللي قرر يقطع الصله بين الدوله نتاعو وبين كل المذهب الشيعي الفاطمي، وراه ماشي يعمل يسك العمله ويكتب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي كانت من قبل كانوا يكتبوا فيها اسم الخليفه الفاطمي. دونك هو المعز بن باديس سي لوي كي ديسيد ديفينيتيفمون دو سو سيباري، اي ديسيد كومبليتمون باش يستقل على الدوله الفاطميه الشيعيه. داير هنا مثلا لي زيريد ايزون ان هيريتاج في الاندلس اللي نهضروا عليه، مثلا هذه غرناطه هو لو بالي دو لا نمبرا، كنت تشوف هذه كامل هذه الاسوار، هذه اسوار زيريه، سي دي زيريد. لي زيريد سو ن سون با لي فونداتور دي غرناد دو رويوم دو غرناد، لا لا لا، هما ولا لي رويوم دو ناصرين، نو، هما عملوا طائفه بنو زيري في غرناطه، الا انه الزاوي ابن زيري لو فيس تاع باه تاع بولوغين بن زيري لو فيس تاع زيري بن مناد بن منقوش ابن منقوش، ايل ديسيد دو رامني
d'installer la capitale نتاعو في غرناطه، باسكو افون اللي تي في حال عفيد كيسمها الفير، ودوك نهضروا عليه ان شاء الله. نهضروا هما نوي الى فوندي لو رويوم دو غرناط، بصح il n'a pas fondé le royaume نصريد دو غرناط تاع بنو نصر، هذاك سي بلو تار. دوك نعطيكم كامل هاد لي زيكسبليكاسيون. Voici par exemple une autre pièce de monnaie تاع لي زيري تاع لي بنو زيري اللي كانوا كبرتكم كانت وقت المعز اللي كانوا تقريبا. لا هادي سي ان بو بلو تار، سي ان بو بلو تار، ولا اللي كانوا جو بونس سيتي بوندون لا بيريود تاع المعز بن المعز بن بن باديس. اه سا هاد لا فوتو سي موا ميم كي لي بريز، شفتها في غرناطه. راكم تشوفوا بلي يشاهدوا بلي لي فيستيج تاع لي زيري راهم معروفين في مدينه غرناطه في الاندلس. هنا راكم تقرا برج زيري القرن الحادي عشر، توريون زيري 11 سيكل. ولا غالب الا الله الشعار، حتى ذاك ولا غالب الا الله هو ماشي شعار تاع بنو نصر، هو شعار تاع زيري، شعار تاع الزاوي ابن زيري اللي نهضر عليه لا بروشين فوا ان شاء الله. دونك فوالا، دونك سا سيتي اون بيتيت فيديو بور فو زيكليرسيغ، بور فو دوني ان بو L'histoire ou un aperçu très court de cette dynastie, cette glorieuse, cette noble dynastie, Lehia Ben Uziri. D'ailleurs, Dahabi, fait kitab Sir Alam Nubala, qui a dit à Mouaz ibn Ubadis, c'est mon collègue, il a dit, Sahib Ifriqi, ça m'a dit, Tunis, Mouaz ibn Ubadis, ibn Mansour, ibn Balqid, ibn Uziri, ibn Minna, Al-Himyari. Donc, Dahabi, il considère que, il considère que les élites, sont d'origine arabe et non pas berbère de l'Afrique du Nord. Ou quand son surnom, son surnom Mouaz ibn Ubadis, ou quand Sharaf al-Dawla, Sharaf al-Dawla, et c'est lui, rappelez-vous, Mouaz ibn Ubadis, c'est lui qui va remettre le madhhab al-Maliki sunni au Shamal Afrique, ba'da inqita'ih li muddat 140 sana, qui bda le hukm al-Fatimi bda yethakem au Shamal Afrique. Donc voilà, c'est terminé. Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera cette série. Barakallahu fikoum. Allah yahfadkoum. Salam. Shukran.